دراري الله يرحم باكم بدون تعصب لا شي حاجه في هذا الموضوع، بغيت ندوي في كوره بلا ما تعصبوا الدراري الرجاوين سيرتو، انا باغي ندوي على ظاهر الاجتماعي ما كندويش على كوره. دابا سمعوا هاد الدري الصغير تعبت شحالفون حاج ما قرايه على قبل رجعت 7 سنين وتمشيتيها خرج من القرايه على قبل الراجل حتى نحب الراجل قال لك باه اسمعوا باه اسمعوا باه انا هو اب ديال بشير عارف البشير ايوا وانا جد فخور بهاد الشيء اللي داير ولدي في التيران جد فخور بهاد الدري مسكين اللي خرج من المدرسه هذا جد فخور علاش اخويا علاش انت جد فخور انا عجبني بزاف علاش حيت ولا ولدي الدم ديالو مابقاش احمر ولا اخضر ها فخور بولدو لانه ولدو الدم ديالو ولا اخضر ماشي احمر الدري هذا الدري الصغير هذا الدري خارج من القرايه خارج من المدرسه هذا ما كيقراش ملي غادي يكبر ملي غادي يكبر كادي يقراصو في المجتمع كادي يقراصو في المجتمع وعلاش اخويا انت خارج من المدرسه ماشي تبع الراجا وبا عاجبو الحال با عاجبو الحال الدري الصغير خارج من والجمهور عاجبو الحال الجمهور عاجبو الحال الجمهور فخور بهذا الشيء اللي كيدير هذا الدري راه حشوم هذا راه حنا كنساهموا في التدهور ديال راه الدري غادي يندم هو براسه هو براسه غادي يندم على هذا الشيء طاري ليه لانه صغير ما عندوش واحد الادراك واحد الحس ديال الادراك انه يديسيدي في حياته الحوايج الزوينين حتى حنا ندمنا فاش كنا على حوايج درناهم صغار ما كناش كنبغيو نمشيو للمدرسه انا ندمت على شحال من حاجه دابا وانا كبير تنقول كون درتها فاش كنت صغير كون قريتها علاش زقلتها اه وبا فخور بيه تسول التعليل على الفخر ديالو الدم ديالو ولا خضر ماشي حمر زومبي هذا وللاسف اخويا للاسف للاسف اه والشعب عاجبو الحال انا بعدا خلعني هادشي بزاف